بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض يا جماعة دلوقتي شابتر 11 اللي هو الريسك مانجمنت. في البداية قبل ما نقول هو صفحات كام، حتى الريسك مانجمنت يا شباب هو واحد من أهم الشباتر اللي ممكن تتعرض لها في حياتك العملية في إدارة المشروعات. مهما وصفت لك أهمية الريسك ودراسته، أهمية المخاطر ودراستها، مش هتقدر تستوعب في محاضرة. لازم المحاضرة تسمعها أكتر من مرة، ولازم تقرأ البين بوك حقيقي. البيجز اللي مذكورة ديت، الصفحات دي من 395 ل 458، لازم تقرأهم مرة واتنين وتلاتة واربعة. لازم تستوعب الموضوع كويس قوي. الموضوع مش امتحان وبس، الموضوع لازم تقدر أهمية الشابتر ده. يكفي إن أقول إن الريسك شهادة في حد ذاته، اللي هو الار ام بي، اللي هو البي ام اي اللي هو المعهد الامريكي لاداره المشروعات، اللي هو بروجكت مانجمنت انستيتيوت في امريكا. بيعمل شهاده تانية خالص اسمها الار ام بي، اللي هي الريسك مانجمنت بروفيشنال. فغايه في الاهميه، عشان تدرس الريسك ده شهاده لوحده بتحتاج لها 30 ساعه دراسه عشان تخش الامتحان بتاعها. طبعا اسهل بكتير من البي ام بي، ولكن لانه جزء اصلا من اداره المشروعات، هو جزء مش كل، ولكن في حد ذاته هو موضوع كبير. الريسك يا شباب برضو عشان احط الناس في الصوره، ليه ناس متخصصه في ادارته، وليه ناس متخصصه في وضع الخطط لحل المشاكل اللي بتحصل، او لدرء المخاطر اللي ممكن تحصل في يوم من الايام. الريسك يا شباب ودراسة الريسك ودراسة المخاطر في المشروع واحدة من أهم أسباب نجاح أي مشروع. من غير ما تدرس الريسك في المشروع قبل ما تبدأه وأثناء تخطيطك للمشروع، أنت ممكن تتعرض لأي شيء ممكن ينهي المشروع ده تماما وتخسر رأس مالك، أو تخسر رأس مال الشركة اللي هي أمنتك على مشروعها. لو احنا بنتكلم على شكل بروفيشنال حقيقي، لازم الريسك يتاخد في الاعتبار، بشكل او باخر. مفيش مشروع من غير دراسة الريسك بتاعته، تمام؟ هتقول لي طيب ما احنا شغالين بقالنا عشرات السنين. انا بتكلم طبعا الناس الخبرة او الناس الجديدة لسه حتى في المجال وشغالة. هقولك اوكي، على عيني انت شغال، ممكن تكون بتدرس الريسك بس بشكل مش بروفيشنال، مش بشكل احترافي. بمعنى ايه؟ بمعنى والله انت وانت شغال في مرحلة البلانينج، تمام كده، سمعت سي مثلا بتشتغل على منتج معين، بتعمل سيارة مثلا، بتعمل، فوانت شغال سمعت والله ان في منافس ليك عمل شغل، تمام، او ان انت وانت بتشتغل قلت والله ده انا هحط اوبشن في العربية بتاعتي او في المنتج بتاعي او في المصنع اللي انا بعمله او وات ايفر المنتج ايا كان. الاوبشن ده المنافس بتاعي مش هيبقى له وجود، وبالتالي انا اخدت opportunity. يا جماعه نوع من انواع الريسك. الفرصه اللي انت اخدتها دي وانتهزتها نوع من انواع الريسك. ده حقيقي، بس انت مش واخد بالك. نفس الكلام لو كان الريسك عباره عن ثريت اللي هو التهديد، مخاطره نيجاتيف، تهديد، فده في حد ذاته برضه انت بتاخده في الاعتبار في اوقات تانية، تمام. سواء الريسك ده انت اخدته في الاعتبار او تجاهلته، دي انواع هندرسها مع بعض دلوقتي، بس انا حبيت في المقدمة البسيطة دي ان اوضح اهمية دراسة الريسك. نبدأ على بركة الله. الريسك يا جماعة من الشباتر الطويلة شوية، الجميلة قوي قوي قوي، لانه لوجيك جدا جدا، وهتحب تقراه كتير، وهتعرف ان شاء الله هي في الامتحان مش اقل من 20 سؤال في الريسك، مش اقل باي حال من الاحوال عن 20 سؤال دايركت في الريسك، الى جانب 10 أسئلة مثلا كومباين مع شباتر تاني. نقرأ كده مع بعض. هنلاقي هنا الـ Plan Risk Management كالعادة، أي Knowledge Area بنبدأها، بنبدأ نحط كلمة Plan بعد المانجمنت، يبقى Risk Management Plan. دي يا جماعة الخطة اللي من خلالها أكيد كلنا عارفين كلمة How. هنعمل إيه في الريسك؟ هنخططه إزاي؟ هننفذه إزاي؟ هننفذ البلان بتاعته إزاي؟ هنبدأ نعمل كنترول ومونيتور عن ازاي، وهكذا. يبقى هاو هي دي الكيورد بتاعة الريسك مانجمنت بلان. تاني مرحلة او تاني عملية في الريسك مانجمنت اللي هو برضو مرحلة بلانينج، هي ايدنتيفاي ريسكس. لازم اعرف الريسكس دي يا جماعة.
الريسك نفسها اللي موجودة، المخاطر نفسها الموجودة لازم أعرفها، هي مخاطر فردية ولا مخاطر على المشروع ككل ممكن تنهي المشروع برمته. دي ليها لستة بنحط فيها اسمها ريسك ريجستر، تمام كده، والتانية اسمها ريسك ريبورت. لما يكون اوفرول ريسكس، لما يكون مخاطر على المشروع ككل بسميها الريسك ريبورت، تمام كده. دي حاجة ودي حاجة هندرسها كمان شوية. بعد كده يا جماعة نيجي بقى لمرحلة الأناليزيس، مرحلتين ورا بعض. مرحلة الأولانية بتدرس الريسك الفردية اللي هي الكواليتيتيف، كلمة مهمة. التانية على طول بعدها الكوانتيتيف ريسك أناليسيس، بتدرس الأوفرول ريسكس وبتدرس الريسكس ذات الأهمية القصوى في المشروع. كلام جميل. اللي بعد كده لسه في البلانينج، احنا بعد ما درست حددت الريسك ودرست وعملت تحليل ليهم حطيتهم في لستة، عايز تعمل بقى ايه استعدادك للريسكس ديت، لو حصلت لا قدر الله هتعمل ايه؟ هتبدأ تعمل بلان للريسك ريسبونسز، للاستجابات للمخاطر، بمعنى لازم تعمل خطة للاستجابة. العملية دي يا جماعة رقم 5، وافتكروا الكلام ده كويس قوي، هيجي فيها مش أقل من 15 سؤال في الامتحان، دايركت وإندايركت، دايركت وإندايركت، غاية في الأهمية. الامتحان 200 سؤال، فلما يجي منهم 15 في حاجة واحدة في عملية واحدة، ده لا، ده انا اسيب ايدي ورجلي واسيب القلم واركز كويس جدا في الكلام ده، واقرا البين بوك اكتر من مره واحل اسئله كتير. كلام جميل. يبقى البلان ريسك ريسبونسز ازاي تعمل استجابات يا جماعه، وازاي تعمل خطه للاستجابه لاي مخاطر تحصل في المشروع بناء على تحليلك، بناء على ذكرك للمخاطر دي، بناء على الخطه اللي انت عملتها لاداره المخاطر. انتهت هنا عمليه البلاننج، جيت تنفذ بقى ايه البلان بتاعتك. مش انت عملت بلان للاستجابات؟ ايوه، نفذها، نفذ implement risk responses، نفذ الايه الاستجابات ديت. بعد كده كالعاده في اي knowledge area، اي knowledge area، اي شابتر، بنتكلم دايما في ان اخر مرحله دايما monitor and controlling، اللي هي بتغطي كل المشروع. monitor risks انك بتعمل مراقبه للريسك، بتعمل قياسات، هل الريسك حصل ما حصلش، طب حصل زي ما هو كان متوقع، طب الاستجابة بتاعته جابت نتيجة ما جابتش النتيجة، كل ده بيتسجل عشان بعد كده بيتاخد في الاعتبار في الريبورتس، تمام كده. اوكي، نبدأ على بركة الله. ادي الاوفرول ريفيو بتاعي للسبعة بروسيس اللي موجودة في الريسك مانجمنت. ادي البلان مانجمنت، بلان ريسك مانجمنت اللي هو الريسك مانجمنت بلان، ده الاوت بوت الرئيسي. نفس الكلام ادينتيفاي ريسكس، ازاي اعرف الريسكس ديت، حلو كده، بطلع حاجه اسمها ايه ريسك ريبورت وريسك ايه ريجستر. قلنا الريجستر ده خاص بالانديفيديوال ايه ريسكس اللي هي المخاطر الفرديه، الريسك ريبورت خاص بالايه بالاوفرول ريسكس اللي هي المخاطر الجماعيه، وبياخد سامري عن المخاطر الفرديه كمان تبقى موجوده. خلاص كده. طيب الثالث، عمليه الثالثه هي الكواليتيتيف، كواليتيتيف اللي هي بتدرس يا جماعه الايه، ها، الانديفيديوال ريسك، صح كده، وبتدرس احتمالياتها وتأثيرها قد ايه. رابع حاجة الكوانتيتيف، بركز يا جماعة في الكلمة قوي عشان الناس ما تتلخبطش بينهم، وتركز وتقولها بنفس الأسلوب كده عشان ما تتلخبطش. الكوانتيتيتيف ديت يا جماعة هي الكوانتيتيف ريسك أناليسيس، اللي هي تحليلك للمخاطر الايه الأوفرول اللي هي العامة في المشروع، اللي لما المشروع كله، تمام، وكمان من خلالها تقدر تحدد المخاطر. هنا طبعا اكيد هنا بشكل كمي او عددي نوميريكال، وبتاخد كمان المخاطر العاليه جدا من الانديفيديوال، تاخدها كمان عندك هنا في الاعتبار وانت بتحلل، لان المخاطر ذات الاهميه القصوى او الاحتماليه بتاعتها عاليه جدا، وانت بتعمل الكواليتيتيف اللي هي الانديفيديوال ريسكس، لما تعملها كواليتيتيف ريسك اناليسيس وتطلع الاحتماليه بتاعتها عاليه جدا، فدي في الحد ذاتها انا باخدها في الاعتبار وانا بعمل كوانتيتيتيف، لاني انا عايز اعمل هنا تحليل كمي للمخاطر. فحلل التحليل الكمي للمخاطر بتعمل الاوفرول ريسكس، تمام كده، الى جانب الهاي بريورتي للانديفيديوال ريسكس. من هنا البلان ريسك ريسبونسز، انك تعمل بلان، تمام كده، وتطلع من خلالها الاستجابات عشان لو حصل ريسك من اي نوع تبدا انت الاستجابه بتاعته او الخطه بتاعته ايه، 1 هوب 2 هوب وتنفذ. بعد كده التنفيذ للبلانز ديت. بعد كده مونيتور ريسكس، المونيتور ريسكس اللي هي مراقبه الايه المخاطر، وقلنا يا جماعه هنا بيطلع
بتدخل Work Performance Data وتطلع Work Performance Information. بس أنا عامل هنا هايلايت على Work Performance Reports. هنا بقى يا جماعة أنا قلت قبل كده وبقولها وهقولها، يمكن هتاخدوها في الشابتر بتاع الانتجريشن، وأخدتوها معايا في شابتر من شباتر الثلاثة الأولانية، فأكتر من مرة قلتها. الـ Work Performance Reports لما تخش لك هنا في الـ في الـ في الانبوتس، ده معناه إن الاوتبوتس معتمد عليها. طب إزاي؟ إذا كان الـ Work Performance Reports ديت بتطلع المفروض هي بعد الانفورميشن، ما إحنا قلنا الكلام ده صح، ده حقيقي. ده حقيقي. بس هنا يا جماعة إزاي أنا أبدأ أعمل مونيتور مراقبة للريسكس والريسبونسز بتاعتها وللتنفيذ بتاعها والاناليزس اللي عملته والكلام ده من غير اصلا ما يبقى عندي ريبورت يخش لي عشان اعمل ايه؟ مونيتور. فهمنا حاجه؟ يبقى عشان اعمل مونيتور اعمل مراقبه للريسك عشان اراقبها، عشان اشوف، عشان اخد ميجرمنتس، عشان اخد قياسات. زي ما قلنا كلمه مونيتور هنا معناها قياس، بتراقب وبتاخد قياس. كنترول انت بتتحكم وبتعمل اكشن. لما المونيتور ما فيش اكشن بتاخده، انت المونيتور هنا بتعمل قياسات ومراقبه. تمام؟ فازاي هتراقب وتاخد القياسات بتاعتك من غير ما يكون عندك ريبورتس تاخد منها الكلام ده؟ واضح كده؟ عرفنا ليه الريبورتس هنا طلعت؟ ايوه بالظبط كده. ناخد يا جماعه شويه تعريفات عامه، جنرال ديفينيشنز. يعني ايه ريسك ويعني ايه ايشو؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ ريسك يا جماعه هو الانسرتن ايفنت او كونديشن. يعني ايه؟ يعني ببساطه خالص حاجه غير مؤكده، حدث غير مؤكد، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف. انما الايشو يا جماعه الحدث ده حصل، الايفنت ده اكيورد وبقى بروبلم، حصل وبقى بروبلم، يبقى هو مخاطره حدثت وايه مشكله بقت اصبحت قائمه، هابند. تمام؟ فدي الكلمات الداله. طب يعني ايه انديفيديوال ريسكس ويعني ايه اوفرول ريسك؟ الانديفيديوال يا جماعه ده اللي ما يكون تاثيره بيبقى ها على اوبجكتيف واحده او عدد من الاوبجكتيفز في المشروع. اوبجكتيف يعني اهداف، تأثيره بقى محدود على هدف او عدد من الاهداف المشروع. انما الاوفرول يا جماعه، الاوفرول ريسك ده بقى اوفرول من اسمه، اوفرول يعني تأثيره على المشروع كله. ده ممكن كمان يلغي المشروع لو انا ما كنتش جاهز ان انا اجابه. طيب الاوبورتيونيتي والثريت، احنا من شويه قلنا الريسك يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. كلمه ريسك او بوزيتيف ريسك بسميها اوبورتيونيتي، كلمه نيجاتيف ريسك بسميها ثريت. دي الفرصة حدث إيجابي، والثريت اللي هو التهديد الحدث السلبي لما يكون حاجة ضارة في المشروع. كلام جميل. أول عملية كالعادة إيه هي؟ اللي هي الريسك مانجمنت بلان، المخرج بتاع الأساسي أو الريسك مانجمنت بلان. واللي أنا ببدأ فيها بقول هاو، هاو الريسك دي will be identified ومانجد ومونتريد وثرو ذا بروجكت. تاني حاجة دايما وابدا قلنا البلان دايما يا جماعه performed once or at predefined points in the project. لازم نبقى فاهمين ان هي بتتعمل مره واحده او عدد من المرات تبعا للفيزز بتاعتك في المشروع. كلام جميل. الانبوتس كالعاده اتكلمنا فيها اكتر من مره مش هنضيع وقت فيها. اهم حاجه فيها ان الشارتر لازم يكون موجود، لازم يبقى الاي اف والاو بي اي موجودين عشان تاخد منهم النماذج. وطبعا البروجكت مانجمنت اول كومبوننتس. اول كومبوننتس ازاي يا عم؟ طبعا يا جماعه انت بتدرس الريسك، عشان تدرس الريسك لازم وحتما تدرس كل حاجه في المشروع من كبيرها لصغيرها. لازم تدرس السكوب، لازم تشوف ازاي عملت كولكشن للداتا، الداتا ريكويرمنتس، ازاي عملت السكادول، ازاي جبت الاستيميشن بتاع التايم، ازاي الاستيميشن بتاع الكوست، ازاي الكواليتي انت اشتغلت على اساسها، الكواليتي مين حددها لك، مين الكواليتي كنترول اللي بيشتغل عليه في المشروع، مين الناس دي، مين البروكيرمنت. ان شاء الله الشابتر الجاي اللي هو 12 المشتريات عملت فيها ايه. تمام؟ الريسك اللي ممكن يحصل في السبلاينج لاي بارت من المشروع. تمام كده؟ لازم ناخد الكلام ده في الاعتبار. كل دي اجزاء لازم تدرس، وبالتالي الاول كومبوننتس موجوده. كلام جميل. طيب طبعا التولز والتكنيك مش هنتكلم كتير يا جماعه، بس احنا كل اساس الموضوع ايه؟ الميتنجز. انت بتقعد مع الناس، مع الاكسبرتس، وقلنا الريسك لازم الناس الاكسبرتس لازم تقعد معاك فيه. ده ملهاش حل دي، ده طالما بتعمل بلان يا اخوانا لازم الاكسبرت جادجمنت بتاعك، الاكسبرت جادجمنت لازم يكون موجودين وانت بتعمل اي بلان. ده حقيقي. طب ليه؟ لان ده بلان يا جماعه، دي خطه، مش اي حد يعمل خطه.
ولازم تاخد آراء الناس الأحسن والأكبر والأكثر خبرة، تمام كده؟ وقلنا الناس ديت أغلبها بتبقى جوه الشركة، مدير المشاريع قدامى أو المانجرز بتوعك في الشركة. الأوتبوت هنا هو الريسك مانجمنت بلان، مفيش أي مشكلة فيه خالص، هي البلان اللي بيبقى فيها كل حاجة ليها علاقة بتنفيذ والتخطيط وتحديد المخاطر. ادي يا جماعة الريسك مانجمنت بلان، وادي مكوناتها. بيبقى فيها الريسك استراتيجي، ونقرا الكلام ده اللي هو الجنرال ابروش تو مانج ذا ريسكس. ايه يا جماعه ازاي تقدر تمانج الريسك ده؟ الريسك الاستراتيجي بتاعك. الميثودولوجي هي التولز والسورس اوف يوز داتا. الرولز اند ريسبونسابيلتيز اللي هي مين هيعمل ايه. فاندنج هو التمويل يا جماعه بتاع المشروع نفسه، تمام كده؟ تمويل. التايمينج تمام كده، بيقول لك ان وين الريسك مانجمنت بلان ويل بي دون، امتى الريسك مانجمنت بلان هتبقى تمام اتعملت. ريسك كاتيجوريز، ايه هي الكاتيجوريز بتاع الريسك، ايه هي تصنيفات الريسك، تمام كده. في عندك حاجه اسمها ريسك بريك داون ستراكشر ار بي اس، غير الريسورس بريك داون ستراكشر يا جماعه، دي حاجه ودي حاجه. الريسورس اللي هو الشابتر 9 قلنا الريسورس بريك داون ستراكشر، صح كده تمام. هنا بقى في برضو ريسك بريك داون ستراكشر، تمام. خلي بالك ان الكاتيجوريز الريسك كاتيجوريز هما تكنيكال اكسترنال اورجانيزيشنال ومانجمنت، دول الاربع كاتيجوريز بتوع الريسك، تصنيفات الريسك. في الستيك هولدر ريسك ابيتايت، هل الابيتايت دي يا جماعه اللي هي الشهيه باللغه العربيه، ولكن هنا جايه قابليه، هل الناس عندها شهيه او قابليه للريسك ولا لا، هل هيتقبلوا الريسك ولا لا، تمام كده. ودي مقابلها طبعا اللي هي الريسك ايه، تري شولز، اللي هي متوقفه، الابيتايت متوقفه على تري شولز بتاعه الريسك اللي هي حدود الريسك. هل الناس مطمنه او متقبله ان الريسك يوصل لحدود معينه، بحدد الحدود ديت، يبقى الابيتايت دايما بتقابلها دايما تري او تري شولز اللي هي الحدود، الحدود الاقصى من تقبل الريسك او لحدوث الريسك او لوقت معين في الريسك. بعد كده خلاص الستيك هولدر او المعنيين بيقولوا لا خلاص نفذ الخطه، تمام كده. اوكي طيب، الديفينيشنز اوف ريسك بروبابيلتي اند امباكتس، تمام كده. كل دول مكونات مين؟ الريسك مانجمنت بلان. الديفينيشنز اوف ريسك بروبابيلتي اند امباكتس اللي هي تعريفات الاحتماليه والتاثير، تمام كده. بس خلي بالك كلمه ديفينيشنز فقط تعريف يا شباب، تعريف بس، يعني الريسك مانجمنت بلان، بلان خطه فيها تعريف للبروبابيلتي والامباكتس. خلي بالك ده سؤال في الامتحان هيجي يقول لك الديفينيشن اوف ريسك بروبابيلتي اند امباكتس موجود فين، ويديك اربع اختيارات، تيجي انت تقول والله بروبابيلتي اند امباكتس ده موجود زي ما قلنا والله في المحاضره، موجود في الكواليتيتيف، صح، ما احنا لسه قايلين من شويه اللي هو الايه، العمليه الثالثه، صح كده، اللي هي الكواليتيتيف، لانها هتدرسها كمان شويه هتعرف. بس ده كلمه ديفينيشن ذكرت، ديفينيشن يعني تعريفات فقط لا غير، انما البروبابيلتي نفسها والامباكتس نفسها للريسكس نفسها موجوده فين؟ في الكواليتيتيف، تمام كده، اللي هي بعد كده هتبقى ماتريكس هنشوفها كمان شويه. طيب هي الريبورتنج فورماتس طبعا مفهومه مفيش مشكله فيها، والتراكنج تمام كده اللي هو الهاو ذا اوديت اند ريكوردنج اوف ذا ريسكس، ازاي هنسجل الريسكس وازاي هعمل له تدقيق، تمام. نخش يا جماعه على العمليه الثانيه اللي هي تحديد الريسكس. انا حاولت في البدايه ادي اوفرول ديسكريبشن عن الريسك سواء في البدايه خالص او لما حطيت السبع عمليات قدامك، بحيث ان احنا نقدر نفتح الموضوع، بعد كده نخش نديب بقى في العمليات. Identify risks يا جماعه هي عمليه من عمليات البلاننج كالعاده، وقلنا فيها اني بعرف الريسكس، ببدا احدد الريسكس بتاعتي اللي انا المشروع ممكن ايه يتعرض لها. هي تحديد الانديفيدوال ريسكس والاوفرول ريسكس، وبتتم ايه على مدار المشروع. الله، مدار المشروع ايه؟ الله، مش احنا قلنا البلان بقى بتتعمل مره واحده او عدد او في حتت معينه في المشروع بري ديفاين بوينتس؟ لا 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 لا، ركز ركز، انت هنا مش بتعمل مانجمنت بلان، انت هنا بتعمل تعريف لمين؟ للريسكس. انت ممكن النهارده تقول والله انا عرفت الريسكس، تصحى الصبح تلاقي بلوه سودا طالعه، بلوه سودا قدامك، لازم تاخدها فين؟ في تعريفات الريسك بتاعتك، تمام.
وتحدد هل هي individual، هل هو ريسك فردي، مشكلة واحدة تعمل يعمل لك مشكلة واحدة على المشروع أو واحد من objectives أو الأهداف بتاع المشروع، ولا overall risk. دي الكارثة. ده overall risk ده يا جماعة حاجة صعبة جدا، لما يبقى في تهديد بيهدد المشروع برمته ده موضوع مش سهل. احنا بس بنقولها كلمة كده عابرة، لما تيجي إن شاء الله إذا ربنا أراد ودرست على الريسك ودخلت على الشهادة بتاعة الـ RMB، موضوع مش سهل إنك تدرس الـ overall risk ده، حاجة مش سهلة. نخش على الانبوتس، مفيش اي مشكله خالص وانت بتخش على الانبوتس. طبعا الانبوتس توقع ان فيها كل حاجه، كل البيز لاينز اهو، بص ليه كل المانجمنت بلانز، كل الدوكيومنتس اللي فيها اسامبشنز، اللي فيها استيميتس، اللي فيها استيميشنز، طبعا الاي بي الاي اف والاو بي اي اكيد، الاجريمنتس اللي هتاخدها في البروكيرمنت بعد كده، الاجريمنتس يا جماعه اللي هي كانت انبوت من انبوتس اللي موجوده في البروجكت شارتر، واحنا بندرس في البدايه خالص وقلنا الكلام ده، وهي اصلا الاجريمنتس بتبقى موجوده في البروكيرمنت اللي هو الشابتر الجاي ان شاء الله هندرسه مع بعض، والبروكيرمنت دوكيومنتيشنز كلها. الله، ده انت داخل في المشروع. اه طبعا انا بدرس الريسك، بحدد المخاطر، لازم ادرس كل حاجه. هنا عدد من التولز والتكنيك هندرسهم كمان شويه، تمام كده. وهنا الاوتبوتس زي ما قلنا في حاجتين، الريسك ريجستر وده خاص بالانديفيدجوال، الريسك ريبورت وده خاص بالاوفرول ريسك. هنا يا جماعه الاكسبرت جادجمنت اللي هي الاستعانه بالخبراء، لازم تفهم انه من المهم جدا جدا وجود الخبراء لتحديد المخاطر في بدايه المشروع، غايه في الاهميه الكلمه دي. طيب ازاي اجمع الداتا؟ انا دلوقتي بعمل ايه؟ تحديد للريسك. اجمع الداتا ازاي؟ طبعا برين ستورمنج زهقنا منها، قلناها كذا مره وعارفينها، تمام كده. هي لسته جاهزه بتحدد لي المخاطر من العصف الذهني باجتماع مع الناس، ونبدا نتكلم ونطلع مخاطر كتيره جدا. تشيك ليست يا جماعه هي بتبقى لسته، تمام كده، سهله جدا، بتديني مخاطر في شكل سريع، تمام كده، بشكل ان انا مثلا ببقى ماسك المشروع ده انا عملت زاوية قبل كده، فبقول جوانب المشروع 1 2 3 4 وهكذا. من خلال الجوانب دي بروح معلم على المخاطر الحقيقيه اللي ممكن تتعرض لها المشروع، ومنها ابدا احط فين، احط الايه المخاطر دي فين في الليسته بتاعه الاندفاي ريسك، سواء ريسك انديفيدجوال او ريسك اوفرول. الانترفيوز يا جماعه هو كالعاده هو الجلوس مع الاكسبرت والستيك هولدرز الاثنين مع بعض، ويبدا اطلع افكار منهم، ودي من اهم التولز اللي ممكن تتعرض لها عشان تجيب ريسك. الناس الخبراء بتوع ريسك قاعدين، الستيك هولدرز كل واحد عنده حاجه عايز يقولها يقولها، يبدا الخبراء يقيموا الكلام ده، ويبداوا يعملوا ليست اوف ريسكس. بعد كده التولز والتكنيك اللي بعد كده اللي هي داتا اناليسيس. ازاي بتعمل اناليسيس يا شباب؟ بتعمل روت كوز اناليسيس، وقلنا الكلام ده قبل كده، اللي هو بتجيب السبب الرئيسي للريسك، تمام كده، وبتعمل بريفنتيف اكشن. طيب الاسامبشنز والكونسترين اناليسيس، طبعا الافتراضات والقيود ازاي بتعملها تحليل، تمام كده، خلال المشروع. بعد كده في عندك SWOT اللي هو السترينث ويكنس اوبورتيونيتي وثريت، تمام كده. بتدرس الاربع حاجات دول في المؤسسه، هل المؤسسه قويه ولا ضعيفه، مدى قوه وضعف المؤسسه، الفرص اللي موجوده في المؤسسه، والتهديدات اللي بتاثر على المؤسسه. اهم حاجه كلمه organization مهمه جدا يا جماعه. طيب الدوكيمنت اناليسيس هي بتدرس كل الدوكيمنتس الموجوده وبتعملها تحليل. في عندك انت بيرسون اند تيم سكيلز اللي هو المهارات الفرديه ومهارات المقابلات الشخصيه ومهارات التيم نفسه، اللي هي الفسيليشن اللي هي المواجهه، انك تقعد مع الناس، تقعد مع مين، مع كي ستيك هولدر. احنا مش هنغير كلامنا زي ما الكوليكت ريكويرمنت اللي هو في السكوب، وقعدنا وعملنا الفاسيليشنز، كان برضه من انتر بيرسون اند تيم سكيلز، هي الجلوس مع الكي ستيك هولدر عشان احدد مين لان ايه ايدنتيفاي ريسكس. في تول وتكنيك تاني اللي هو برومت ليست. برومت ليست يا جماعه هو عباره عن قائمه مصدر من مصادر الاوفرول ريسكس، تمام كده، وبتديني تحديد للكاتيجوريز بتاعه الريسك في البدايه، ماشي كده. الاوفرول ريسك، خلي بالك من برومت ليست، ها، مصدر من مصادر الاوفرول ريسكس. طيب الاوتبوتس يا جماعه هنا في المرحله دي قلنا حاجتين، حاجه ليها علاقه بالانديفيدجوال ريسكس
اللي هي الريسك ريجستر، سجل المخاطر، بتديني individual risks، تمام كده؟ وبتبقى معاها كمان الريسك اونر. ايه الريسك اونر؟ هو يا جماعة الشخص المسؤول عن متابعة احد المخاطر. هوضحها كمان شوية. في بعد كده حاجة اسمها list of potential risk responses، اللي هي يا جماعة الردود المبدئية لكل المخاطر. هفهم الحتة دي ونفهمها مع بعض قبل ما نخش في التاني. طبعا احنا اتفقنا ان الريسك ريجستر خاص بالانديفيدجوال ريسكس، مفيش مشكله خالص. ايه بقى بيبقى في نفس الريسك ريجستر؟ في حاجه اسمها البوتنشال ريسك اونر. ايه الاونر ده يا جماعه؟ ريسك اونر يا جماعه هو الشخص المسؤول عن ان هو يراقب ايه المخاطر نفسها، الموضوع نفسه. زي مثلا بتكلم على زي نوع من المخاطر، مثلا في مشروعي انا بعمل سي بعمل مشروع محل بيتزا في منطقه معينه. المحل ده وانا بعمله، انا مثلا طبعا انا بدي مثال بسيط قوي، محل بيتزا ده حاجه مشروع صغير جدا، بس اهو والله انا وصيت شاب كده معايا شغال معايا وانا بشتغل في المشروع، قلت له راقب المنطقه لا قدر الله اذ ربما يحصل ان ايه، ان حد يفتح جنبي ويبيع نفس المنتج اللي ببيعه. دي مشكله كبيره، دي صح، دي مشكله مش قليله، فلازم اخد بالي. تمام، يمكن اعمل حاجه جديده في المشروع. اوبجكتيف المشروع ان انا عايز اكل الجو فين في المنطقه كلها، ابقى انا الوحيد هنا هيأثر على شغلي. فوصيت واحد بس هو المسؤول عن الكلام ده، الواحد ده تاني يراقب المنطقه ويشوف، وكل يوم يتمشى كده شويه ويشوف، لو لقى حاجه هيرجع يقول لي، لو ما لقاش خلاص هو ده ريسك اونر يا شباب، هو ده ريسك اونر. لو نرجع للمواقع بتاعتنا وشغل الهندسه بقى والكلام ده، هتلاقي برضه نفس الكلام. هتلاقي مثلا واحد ريسك اونر، سي مثلا الريسك اللي كنت بتكلم فيه معاه، او الموضوع الريسك اللي بتكلم فيه معاه وخليته هو المسؤول عنه، مثلا الجنريتور بتاع الموقع، تمام كده. قلت له والله خلي بالك، يعني عايز الجنريتور بتاع الموقع ده شغال، وتراقب الايه الزيت بتاعه، وتراقب الافشنسي بتاعته، وتشوف والكفاءه والعمر الافتراضي ومش عارف ايه وحاجات كتيره قوي. انت عارف مين هو الاونر بقى ساعتها في الريسك ده؟ ممكن يبقى الفني بتاعه، مش لازم يبقى مهندس وكبير المهندسين والعظيم بتاع المشروع، لا لا خالص، الفني بتاع المشروع بتاع الجنريتور، الراجل الفني الكهرباء اللي بتاعنا هو المسؤول بس خلاص، واكتب اسمه واتابعه انا كبي ام، واخلي الجينير بتاعه يتابعه، السينيور بتاعه هو اللي تابعه، اسف، تمام كده، اللي هو المانجر بتاعه، وهكذا. تمام، فالريسك اونر مش شرط يكون راجل عبقري يعني، لا 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 خالص، تمام، وانا بتابع اول باول. طيب ايه هي الردود المبدئيه، البوتنشال ريسك ريسبونسز يا جماعه؟ ايه الريسك ريسبونسز ديت؟ بوتنشال يعني مبدئي، تمام كده. فانت وانت بتعمل السجل، انت قاعد عمال تكتب ورا الناس، عمال الستيك هولدرز ناس يقول لك والله ده احنا ممكن عندنا مخاطر 1 2 3 4، والاكسبرتس عمالين يقولوا، تمام، وهم بيكتبوا، فانت برضو ايه بتقترحوا حلول مبدئيه للمخاطر اللي هم بيتنايلوا يقولوها ديت. ما هو مش هم يقولوا يحطني في البلوى ويسيبني، لا طبعا، بيدي اجابات، لو حصل كذا نعمل كذا، لو حصل كذا نعمل. حلو كده، كلام جميل. طيب النوع الثاني يا جماعه من الاوت بوتس هو الريسك ريبورت، اللي هو تقرير المخاطر، انكلودنج ذا فولوينج السورس اوف اوفرول ريسك. يعني ايه يا شباب الريسك ريبورت؟ هو التقرير اللي بيطلع لك المخاطر الاوفرول، وفي نفس الوقت بيطلع سامري للانديفيدجوال ريسك. ركز في الكلمتين دول، خلاص، بنفس الطبيعه، بتاخد سامري للريسكس اللي هنا تحطها هنا، وفي نفس الوقت الاوفرول ريسكس اللي هي ممكن تاثر على المشروع برمته ممكن تلغيه بتحطها في الريسك ريبورت. انما الريسك ريجستر بتتكلم على الانديفيدجوال ريسكس فقط لا غير. العمليه الثالثه، واحده من العمليات المهمه جدا، اللي هي عملية الـ Qualitative Risk Analysis. ازاي بتبدأ الـ Qualitative Risk Analysis؟ الموضوع بسيط خالص، بتبدأ بتعمل Priority للـ Individual Risks بتاعة المشروع، تمام؟ وانا بصمم على كلمة Individual ها، وبقررها مرة واتنين، وتشوف الريسك، تمام كده، الـ High Priority بتاعتك فين، عن طريق تقييم البروبابيلتي بتاعتهم والامباكتس، البروبابيلتي والامباكت بتاعتهم، تمام كده، والكاركترستكس الباقيه، الخصائص الباقيه. يعني تمسك الانديفيدجوال ريسكس وتدرس احتماليه حدوثها وتاثيرها لما تحصل،
تمام؟ وتشوف الكلمتين دول أخبارهم إيه؟ وهناخد كمان شوية. بعد كده تحدد لي البريوريتي بتاعت الريسكس بتاعتك، وتشوف فين الهاي بريوريتي، أعلى تهديد ممكن يجي لك من الريسك الانديفيدجوالز. تمام؟ متفقين. طب كالعادة 3 أوت ذا بروجكت، 3 أوت ذا بروجكت اللي هو البرفورمد البروسيس دي بيرفورمد 3 أوت ذا بروجكت، ده دليل على إن الكواليتيتيف ما بتقفش طول المشروع. درست ريسك يا جماعه من دي 1 في المشروع، انت عمال شغال في الريسك من اول ما بتبدا، بتحلل وشغال وما بتقفش، لان كل وقت ممكن يطلع لك حاجه جديده، موضوع جديد يتحط فين؟ يتحط في الريجستر، تمام، اللي هو الريسك ريجستر اللي هو متضمن للانديفيديوال ريسكس. تروح انت واخدها هنا وتعمل لها ايه؟ كواليتيتيف، لان الكواليتيتيف هي بتعمل فيها ايه؟ ها ايوه، اناليسيس للانديفيديوال بروجكت ريسكس. التولز والتكنيك هو اللي يهمني، في اكتر من حاجه هناخدهم دلوقتي، انما الاوت بوتس ما عنديش حاجه مهمه خالص، انا بس اللهم بغير وبعمل الابديتس للريسك ريجستر والريسك ريبورت، تمام كده، والترقيات بتاعتهم والبريوريتي بتاعت كل واحده فيهم، واظبط الاسماء، ولو في ريسك مثلا ولا حاجه عايز ازود فيه حاجه ولا بروح مزودها وخلاص. كلام جميل. طيب والانبوتس كالعاده احنا قلنا الانبوت مفيش اي مشكله فيها خالص، احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا هي محدش هيجي يسألك يقولك الانبوت هنا كام وهنا ايه وهنا ايه والكلام ده خالص خالص، لان يا جماعة احنا قلنا كمدير مشروع انت من حقك تاخد اي مستند وتشتغل على اساسه، محدش يقولك حاجة خالص. طيب اللي بعد كده هو التولز والتكنيك داتا اناليسيس، الريسك probability and impact assessment، تقييم احتمالية وتأثير المخاطر. انت هنا يا جماعة بتدرس احتمالية حدوث الريسك، ولو حصل الامباكت بتاعه يكون ايه، تمام كده. طيب كلام جميل جدا. الكلمات الداله هنا لايكلي هود، احتمال، الكلمه دي مهمه، لما بتيجي اعرف ان انت في المنطقه ديت، تمام كده. وتقدر انت بتدرس مين؟ النيجاتيف ريسكس والبوزيتيف ريسكس، تمام كده. للكلام ده لمين؟ للانديفيديوال ريسكس، للانديفيديوال فقط لا غير، تمام كده، خلال اجتماعات بتقعد مع ها كل المشاركين في المشروع. طيب الريسك ريبريزنتيشن ده طوله تكنيك اسمه الريسك ريبريزنتيشن، خدت من هنا التقييم بتاع الاحتماليه والتاثير بتاعه الانديفيديوال ريسكس، بتروح على ماتريكس على مصفوفه وتحط فيها الكلام ده، بتعمل جريد فور مابينج، بتعمل مابينج محترمه، خريطه محترمه، وتحط فيها الانديفيديوال ريسكس في مجموعات بناء على بريوريتي انت جبتها. جبت البريوريتي منين؟ من الاحتماليه والايه ودي احتماليه والتاثير اللي انت قيمتهم. حلو قوي، متفقين لغايه دلوقتي، تمام كده. يبقى احنا كده اتفقنا ان الانديفيديوال ريسكس اتقيمت هنا واتحطت في الماتريكس ديت، دي الماتريكس دي معموله عشان خاطر اعرض الريسك، هنا التول والتكنيك دي عشان خاطر احلل الريسك، ونركز في الاسسمنت وكلمه ماتريكس، ماتريكس للعرض، اسسمنت يعني تقييم، تمام كده. حلو، تول وتكنيك تاني اللي هو ريسك كاتيجورايزيشن، اللي هو التصنيف بتاعي للريسك يا جماعه. قال لك ريسك تو ذا بروجكت كان بي كاتيجورايزد باي سورسز اوف ريسكس، انا اقدر اصنف الريسك بالمصدر بتاعها. مصادر الريسك يا جماعه كتيره جدا كتيره جدا، زي الريسك بريك داون ستراكشر، زي الورك بريك داون ستراكشر، زي البروجكت فيز، بروجكت بادجت، تمام كده، الرولز، الريسبونسابيلتيز، تمام كده. تو ديتيرماين ذا اريا اوف ذا بروجكت موست اكسبوزد تو ذا افكت اوف انسرتينتي، لازم يا جماعه مين نصنف ونعرف ايه اكتر الاماكن اللي ممكن تديني خطر او تديني عدم ثقه، تمام كده، او تديني مخاطر او تديني مشكله، فلازم اعرف الاماكن دي ايه، تمام كده. قال لك الريسك كاتيجوريز، تمام كده، اصلا اتعرفت في الريسك مانجمنت بلان، تمام. الريسك كان بي اولسو كاتيجورايزد باي كومن روت كوزز، تمام، انا ممكن برضه اصنف الريسكس بالاسباب الرئيسيه بتاعتها، تمام. قال لك الجروبنج ريسك انتو كاتيجوريز كان ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف مور افكتيف ريسك ريسبونسز، طبعا تصنيف المخاطر يساعد على زياده تاثير الاستجابات للحل، اكيد لما اصنف المخاطر
اعرف احط البلانز بتاعتي صح قوي عشان اقدر احل المخاطر دي وقت حدوثها. صح، كلام جميل. المخطط الهرمي اللي هو الهيراركي شارت ده الكلمه دي او المخطط الهرمي ده بيعمل تصنيف للمخاطر بشكل اكتر من 2 بارامترز، ونوع منه اسمه البابل شارت 3D. خلي بالك من الكلمه دي يا جماعه بتيجي في الامتحان. يعني ايه بابل شارت؟ هتقول والله الهيراركي شارت اللي هو مور ذان 2 بارامترز، يبقى البابل شارت اللي هو 3 دي شارت، تمام كده، بندرس فيه مور ذان 2 بارامترز. العمليه الرابعه اللي هي بقى التحليل الكمي او العددي، نوميريكال اناليسيس، اللي هي اسمها كوانتيتيف. كوانتيتيف يا شباب مش كواليتيتيف، وركز في الكلمة. الكوانتيتيف هي تحليل كمي أو عددي، نوميريكال أناليسيس، لمين؟ ها؟ للأوفرول ريسكس، وقلنا للريسك الإنديفيجوال العالية اللي هي بريورتي عالية. كلام جميل؟ كلام جميل، حلو أوي. طيب وبعد كده قال لك البروسيس ديت از نوت ريكوايرد فور افري بروجكت جاست لارج بروجكتس. يعني ايه يا جماعه؟ يعني العمليه دي معلومه مكلفه جدا، بنصرف فيها فلوس كتير، لان الخبر اللي بيشتغلوا عليها والبروجرامز اللي بيشتغل عليها مش سهله، بتعملها سيميليشن وبتعملها، موضوع مش سهل، وقلنا الكلام ده في بدايه الشابتر هنا والسلايدز الاولانيه. فاذا انت ما تقدرش تعمل كوانتيتيف كده على الفاضي والمليان، هتصرف كتير على الفاضي؟ لا طبعا، تصرف في الصح. فاذا انت ما بتيجي تعملها، بتعملها على الاوفرول ريسكس اللي هي اللي ممكن تضمن لك المشروع، وبتعملها على الهاي بريورتي انديفيديوال ريسك اللي بتاخدها من المرحله اللي فاتت اللي هي الاند ايه كواليتيتيف. صح كده؟ عشان كده انا هنا بقول ايه، اتس ايه نوت ريكواير فور افري بروجكت، مش مطلوبه لكل المشاريع انك تعمل كوانتيتيف، المشاريع الكبيره بس اللي فيها فلوس تقدر تصرف على الكلام ده، وكالعاده بيرفورمد ثرو اوت ذا ايه ذا بروجكت. هنا اللي يهمني طبعا، هنا من غير ما اتكلم هتلاحظ الانبوتس هنا مره واحده كده دخل فيه كل حاجه، اكيد كل حاجه اكتر من الاول، اكتر من الاول. والبيز لاينز اساسي في الحدوته، لانه عدد اعداد، انت بتدخل هنا اعداد، لو انت رحت الناحيه الثانيه اهو هنرجع، مش هتلاقي هنا ايه البيز لاينز. طب ليه؟ لان انت هنا بتشتغل على كواليتيتيف، ما بتشتغلش شكل كمي، تمام كده؟ انت بتشتغل بس على البروبابيلتي وبتشتغل على الامباكت، فعشان كده البيز لاينز هنا مش هتلاقيها، لان انت محتاج، مش محتاج اعداد في حاجه. انما لو رحت هنا اهو، هنا اللي هو الكوانتيتيف اللي هو العدد الكمي بقى، اللي هو بيشتغل على نوميريكال اناليسيس، هنا بقى ده موضوع كبير، بتشتغل هنا سكوب بيز لاين وسكادول بيز لاين والكوست بيز لاين وكل الارقام اللي عندك، تمام كده؟ الكوست فوركاست والكوست استيميتس والديوريشن استيميت كلها ارقام، لانك عايز تعمل ايه؟ تعمل شغل عددي، تدخل داتا حقيقيه عشان تعمل اناليسيس منها، وبعد كده تطلع ارقام وتطلع حسابات، موضوع مش سهل. عشان كده ما بتعملش كل مشروع، بتعمل المشاريع الكبيره بس. طيب الهدف اللي عندي هنا او الاهم اللي عندي هو التول والتكنيك يا جماعه، اللي هم الثلاث حاجات دول. الاوت بوت ما عنديش مشكله خالص، انا بحدد مين طبعا، بعمل ابديت لمين؟ ها الريسك ايه ريبورت. الله، طب فين الريسك ريجستر يا عم؟ الريسك ريجستر انا ما بدرسش هنا انديفيجوال، ركز واربط الكلام ببعض بقى. ها نبدا نركز، انا هنا ما بدرسش مين؟ ها ما بدرسش مين؟ ايوه الانديفيجوال، انا بدرس مين؟ الاوفرول ريسكس، وبدرس الهاي بريورتي انديفيجوال اللي اصلا هم كانوا جزء من الريسك ريبورت. صح كده؟ صح كده، كلام جميل. نخش يا جماعه على تول وتكنيك في المرحله ديت او في العمليه ديت، هي الداتا اناليسيس. انا بعمل تحليل ازاي في الكوانتيتيف؟ بعمل تحليل في حاجه اسمها سيميليشن، وكنا اخدنا المونت كارلو قبل كده، تمام كده، وعرفنا منه ان هو بيعمل سيميليشن، هو سوفت وير بيعمل سيميليشن، تمام كده، او محاكاه، تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده. ده مثال، مش لازم تحفظه خالص ولا تبص عليه كتير، بس هو مثال، ده شكل كده بيوضح السيميليشن اللي بيعمله مونت كارلو، تمام كده، ومن خلاله اقعد مع الاكسبرتس بتوعي واجيب الامباكت بتاعه الاوفرول والانديفيديوال ريسكس، تمام كده، وفي نفس الوقت اقدر احدد الاي اي سي اللي هي الايه استيميت ات كومبليشن. صح كده؟ صح كده، الناس فاكره من شابتر 8 اللي هما الكوست، شابتر 7 اسف الكوست، صح كده؟ صح. طيب ونعمل كمان اند ديت اللي هو نهايه المشروع، امتى هينتهي المشروع. يبقى المونت كارلو ده بيحدد لي
سيميوليشن، بيعمل لي سيميوليشن للمخاطر، وبيقدر يحدد لي المخاطر والامباكت بتاعتها، الى جانب يحدد لي الاستيميت ات كومبليشن، وكمان يحدد لي وقت نهايه المشروع. طيب سنسيتيفيتي اناليسيس اللي هو تحليل الاستشعار، اللي هو تورنيدو ديجرام. ده الديجرام، تمام، في حاجه اسمها تورنيدو ديجرام، هو ده الشكل بتاعه. بشوف هنا يا جماعه اعلى نوع او اعلى بار او اكبر بار ممكن اقول عليه، هو ده يا جماعه الموست بوتنشال امباكت اون ذا بروجكت اوت كومز، يستخدم لتحديد اي المخاطر له اعلى تاثير على المشروع. يعني المونت كارلو ده يا شباب من خلاله بحدد اكتر المخاطر ذات التاثير على المشروع. سي عندك 20 من الريسكس، 20 مخاطر، 20 موضوع تقدر تقول عليه مخاطر، اكتر خطر على المشروع انه موضوع في العشرين هو ده، وان هو ده روح مشاور عليه، تمام كده. ده بناء على الامباكتس بتاعته، ده بناء على البروبابيلتي بتاعته، ده بناء على حاجات تانية كتير تورنيدو دياجرام بياخدها في الاعتبار وبيطلعها لك. لو جالك الشكل ده طبعا بتاخد الاكبر وتقول عليه هو الريسك ده. اللي بعد كده داتا اناليسيس كالعاده، اللي هو ديسيشن تري اناليسيس، اللي هو تحليل القرار. على اي اساس بتاخد قرارك؟ في حاجه اسمها يا جماعه decision is done depending on impact and probability، على التاثير والاحتماليه بتاعت الايه العنصر ده اللي انت بتشتغل عليه. في عندي حاجه اسمها الاي ام في اللي هي الاكسبكتد مونيتري فاليو، تمام كده. تحليل القيمه يا شباب، تمام، هو حاصل جمع مجموع البي في الاي، البروبابيلتي في الامباكت، بتاخدهم الاثنين مع بعض للعناصر بتاعتك كلها، الاحتمالات في التأثير بتاع كل احتمال على حدة، بتجمعهم مع كلهم مع بعض لكل من المخاطر، وتشوف ايه الاكتر expected monetary value وتبدأ تشتغل عليه. بمعنى يبقى ده الاكتر هو اللي ايه، هو ده اللي هيتم اختياره. بمعنى ده مثال هنرجع له بس نشرح الاول. نفترض ان عندك اتنين فيندور، الفيندور الاول احتمالية 80% هنكسب من وراه ايه 8000، و20% احتماليه هنخسر منه او هنخسر من وراه 20000. الفيندور الثاني اللي هو بي احتماليه هنكسب منه 9000 60%، واحتماليه هنخسر منه 3000 40%، تمام كده. دي احتمالات بتبنيها بناء على داتا معينه. بعد كده بتقول والله اي الفيندورز انا اقدر اشتغل معاه، بتروح ماسك الفيندور الاول اهو، وبتحسب له الاكسبكتد مونيتري فاليو اللي هو القيمه القيمه الماديه بتاعته. بتشوف والله الراجل ده 0.8، يعني 80% 0.8 في 8000 زائد مين 0.2 في ماينص 2000، بيطلع لك 6000. طب الراجل الثاني اللي اسمه بي في نفس الكلام 0.6 في 9000 زائد 0.4 في ماينص 3000، تطلع 4200. الله، مين احسن؟ اكسب من مين اكتر؟ اكسب من الايه؟ من ال 6000، يبقى اخد الفندور ايه؟ ايه؟ نفس الكلام لو انت درست الموضوع هنا، يقول لك مثلا هتبني ولا هتطور؟ سي انت عندك محطه، محطه ميه، محطه صرف، اي محطه، محطه رفع، اي حاجه. تبني ولا تطور القايمه؟ تبني محطه جديده بدل الموجوده ولا تطور الموجوده؟ تابجريد ليها؟ والله شاف اهو والراجل قال لك في احتماليه، تمام، 60% ان هي سترونج ديماند، تمام كده، في 200 مليون، و40% ويك ديماند في 90 مليون. الراجل كل اللي عمله عمل المعادلات بتاعته، وفي الاخر خالص بيطلع قيم وبيشوف هو ممكن يروح مع مين، تمام، بنفس السيكونس اللي احنا عاملينه. عايزك بس تفهم النموذج ده، لان المثال ده يا شباب هو المثال اللي هيجي في الامتحان. لو هجيب مسألة هنا هجيب مثال ده، هتغير شوية أرقام، ممكن ده يبقى 60-40، ممكن ده يبقى 30-70، أيا كان مش هتفرق، أهم حاجة تكون فاهم الكونسبت. كلام جميل. العملية خمسة، أنا مش عايز أطول على الناس، عايز الناس تصحصح معايا، الموضوع لسه بسيط وما خرجناش منه. سيب اللي في إيدك وركز في العملية الخمسة، لأن هي دي اللي بتيجي في الامتحان. خلاص كده؟ واللي لازم تفهمها، لازم تفهمها، ما فيهاش حبس، لانها كلها استراتيجيات، ولازم تقتنع باللي احنا هنقوله، تمام كده. اقنع نفسك باي شكل، وهي اصلا مقنعه جدا، هنشوفها دلوقتي. العمليه دي يا جماعه اللي هي البلان ريسك ريسبونسز،
إزاي تعمل تخطيط للاستجابات بتاعتك اللي فيها مخاطر. عندك مشروع فيه مخاطر، حددتها، عملت تحليل المخاطر، عرفت المخاطر الأعلى والمخاطر الأقل، ابدأ اعمل بقى بلان. فبتعمل يا جماعة استراتيجيات، انت هنا بتعمل استراتيجيات، بتعمل سيلكتنج للاستراتيجيز، تمام كده، اللي من خلالها تقدر تجابه المخاطر الموجودة. اي مخاطر تحصل هوب تروح انت مطلع البلان بتاعتها، الخطة بتاعتها، تروح موقفها عند حدها. وكالعادة performance through out the the project. الانبوتس ما عنديش مشكلة خالص فيه، اتكلمنا عليه قبل كده. الاوتبوت مفيش مشكلة خالص، مفيش حاجة مميزة فيه، كلها updates. هنا التول والتكنيك غاية في الأهمية. انت عشان تعمل استجابة يا جماعة لازم تقعد مع مين؟ مع الاكسبرت جادجمنت، لازم، ملهاش حل عندي، تمام كده. وبعد كده طبعا انترفيوهات وفاسيليشنز، طبعا ده اساسي، انت الناس عندك خبرة فلازم هتقعد معاهم، تعمل انترفيوز مع الكي والاكسبرت، ولازم تعمل فاسيليشن تقعد مع الكي ستيك هولدر. كلام جميل. هنا الاستجابات يا جماعة، الاستراتيجيات في المخاطر، الاستراتيجيات في الفرص، ايه خطط الطوارئ اللي هتعملها، الاستراتيجيات في الاوفرول لو كانت عندك مخاطر من المخاطر الايه العامة او الكلية في المشروع، المخاطر الكلية على المشروع نفسه. الاربع تولز دول غاية في الاهمية، ناخدهم مع بعض. اول واحدة الاستراتيجيز فور ثريتس، اللي هي التهديدات، اللي هي الاستراتيجية اللي هتعملها لو حصل تهديد. اول حاجة بدءا زي بدء، زي ما بنقول لازم الجلوس مع الخبراء خلال هذه المرحلة، لازم، ما فيش مفر من الكلام ده. طيب ايه انواع الاستراتيجيات يا جماعة؟ هما خمس انواع الاستراتيجيات، خمس انواع. اول نوع اسمه الاسكليت. الاسكليت يا شباب هو سياسة تصعيد، لما يكون التهديد بتاعك اللي عندك ده اللي هو النيجاتيف ريسك، التهديد اللي هو النيجاتيف ريسك من خارج، لما يكون التهديد ده من خارج النطاق، يعني تهديد من بره السكوب، اوت اوف سكوب، نرفع الموضوع لمين؟ لمين؟ لايه؟ اعلى مستوى في الايه؟ من في المشروع، يعني مش مدير المشروع اللي بيقوم بيه، لا ده حد اعلى، تمام؟ يبقى نرفعه لايه؟ للبروجرام او البورتفوليو. نرجع بقى للشباتر الاولانيه، يعرف ايه الفرق بين البروجرام والبورتفوليو، وان دول بيتضمنوا المشروعات، تمام كده؟ كل واحد فيهم بيتضمن المشروعات، طبعا البورتفوليو اعلى من البروجرام، تمام كده؟ كلام جميل. يبقى نركز هنا يا جماعه، لما يحصل كلمه اسكليت هنا، اسكليت لما يكون الايه التهديد بره السكوب، فلازم البي ام ما يقدرش يدرسه لوحده، لازم برفعه للايه هاي ليفل. طيب النوع الثاني من الاستراتيجيز بتاعه دراسه الثريتس اللي هو الافويد، ازاي اتجنب الكلام ده؟ قال لك بتعمل ريموف من السكوب، بتشيله كله، تمام كده، وبتعمل تشينج ريكويست، وبتغير في الايه في المشروع بتاعه، بس المهم تتجنب الايتم ده، تمام كده. استبعاد، كلمه استبعاد، بنعمل استبعاد للتهديد من نطاق المشروع باستخدام طلب التغيير. كلام جميل. طيب ثالث نوع يا جماعه ترانسفير، هنا انا بعمل شيفت او موف لسيف بارتي. يعني ايه؟ انا عندي مشكله شايفها، خطر معين، بس انا مش قده، انا مش قده، مش هقدر اشيله، اعمل ايه؟ اعمله ترانسفير، اشوف حد يشيله، بمعنى نقل التهديد لطرف ثالث. زي ايه؟ زي مثلا عندك حته كريتيكال جدا في المشروع، شايف ان هي سي مثلا هتحفر تحت خط مواسير غاز لارامكو، ها ايه رايك؟ خطر كبير، لان ارامكو مش من السهل ان تاخد منها ابروفال او من تاخد منها بيرميشن انك تشتغل او بيرميت، مش سهل خالص وبياخد وقت. تعمل ايه انت بقى؟ تروح تعمل عقد مع مقاول معتمد في ارامكو، تمام كده، حد سيرت بارتي اللي هو طرف ثالث، تمام كده، تعمل معاه عقد، تمام كده، والعقد ده تمام يلزمه يخلص برقم معين في وقت معين. طيب نوع تاني من انواع اللي هو الترانسفير، اللي هو تعمل انشورنس او تلجأ للورانتي، الضمانات بتاعتك، تمام كده، والتأمينات والكلام ده، تمام، والجرانتي، وعندك بيرفورمانس بوند. ايه البيرفورمانس بوند يا جماعه؟ اللي هو التأمين النهائي، صح كده، تمام كده، حلو. وقلنا الفيكسد برايس كونتراكت اللي هو العقد ثابت القيمه لما بتعمله مع المقاول اللي هيشيل لك المشكله الكبيره دي.
كلام جميل. طبعا كل الكلمات بالاحمر يا جماعه ده كي يعني كي ووردز انا بتكلم عليها غايه في الاهميه، وهتشوفها في الاسئله كتير. احنا قلنا خمس حاجات، ادي رابع حاجه وادي خامس حاجه. رابع حاجه اللي هو الميتيجيت يا جماعه، اللي هو سياسه التقليل، وتتم عندما نريد تقليل احتماليه الايه التهديد. انا دلوقتي عندي تهديد عايز اقلل احتماليته، اريديوس ها الثريت ايه probability والامباكت، باستخدام ايه؟ باستخدام اكتر من حاجه. دي الكلمات الداله بقى، هستخدم ايه عشان اقلل التهديد بتاعي، اقلله اقلل احتماليته؟ اعمل بروتوتايب، يعني نموذج قبل ما ابدا المشروع، اعمل بروتوتايب. اجيب ستيبل كونتراكتور، اللي الستيبل كونتراكتور مقاول يا جماعه يكون افضل، يكون احسن، يكون اكتر استابيليتي، يكون متزن اكتر، ما يكونش عنده مشاكل ماديه يتعب لي كل شويه يقول المستخلص ما اتصرفش، المستخلص يعني كلام فارغ، انا مال، انا اشتغل المستخلص هيتصرف هيتصرف، طالما وضعت لك عليه هيتصرف، ما تدوشنيش كل يوم والتاني معيش فلوس معيش، ما فيش كلام فارغ ده. المعدات اصل المعدات قلت، اصل ثمنها في السوق زاد، ما يكفعش. يبقى انا بعمل ميتيجيشن، بقلل من ايه من تاثير المخاطر في مثلا سيد المخاطر اللي كانت بتواجهك هنا، انك هتتاخر في الايه في التايم سكادل بتاعك. فاذا انت عايزاً تتجنب المخاطر دي وتقلل تاثيرها، تجيب مقاول شاطر، مقاول عنده عملته عنده معداته، ما عندوش المشاكل الهايفه دي، وبالتالي بتقلل مخاطر الوصول لمرحله التاخير في الجدول الزمني. كلام سليم تمام. بتعمل اختبارات زياده تمام كده، بتعمل ستاند باي، زي مثلا عندك جنريتور جالك نوع من المخاطر يقول لك والله الجنريتور ده عمره الافتراضي فاضل له شهرين فاضل له خمسه كثير الاعطال، تعمل ايه؟ ها ها اسمع، تجيب واحد تاني او تاجر واحد تاني تخليه ستاند باي، صح كده؟ او تخليك ستاند باي انك تبقى عامل ديل مع مورد لجنريتور بحيث ان يجي لك في النو تايم. خلي بالك من مثال ان الجنريتور ده بيجي في امتحان تمام كده. طيب النوع الخامس يا جماعه الاكسبت، وده نوع من انواع المهمه جدا لازم تفهمه. ايه الاكسبت؟ هو اعترافك ان ده مخاطر وخلاص، بقبل بالمخاطر خلاص كده. سياسه القبول تمام، وتتم عندما نعترف بوجود التهديد، وهو حاجه من اتنين، يا نيجاتيف او باسيف يا اكتيف. يعني ايه؟ انا دلوقتي بقبل وبعمل حاجه اسمها اكتيف، يبقى انا كده بتحرك بعمل شغل. بقبل بالتهديد وما بعملش حاجه وبسكت يبقى باسيف، ماشي كده؟ ادي الاكتيف اكسبتنس تمام كده، بعمل خطه طوارئ كونتينجنسي ريسيرف تمام كده، بتبقى متضمنه للمال والوقت والموارد. يبقى القبول الايجابي لو انا قبلت بالتهديد ده بقبله بشكل ايجابي ولا سلبي؟ لو بشكل ايجابي باخده في الاعتبار في الكونتينجنسي ريسيرف، وخدنا كونتينجنسي ريسيرف قبل كده كذا مره واحنا بنعمل الكوست واحنا بنعمل سكادول واخدناه وعرفناه كويس جدا. لما باخدها في الكونتينجنسي ريسيرف اللي هو الاحتياطي الطوارئ، ولازم تكون متضمنه الثلاث حاجات دول، فلوس طبعا ووقت وموارد. طب لو انا قبلت بس بشكل باسيف ما عملتش حاجه، قال لك بقى ايه؟ ها كونسيدر ان ريسك ريجستر، مش كونتينجنسي ريسيرف بقى، لا ريسك ريجستر، بحطها في الواتش ليست. يعني بحط بس الايه التهديد في ايه في الواتش ليست، في قائمه المشاهده، وبعمل تشيك كل شويه عليها، هل هي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ لو اتغيرت ببدا اهلها، ما اتغيرتش حالتها خلاص. مثلا ريسك موجود بس انا لما جيت قبلته والله موجود، بس انا يعني مش هعمل حاجه هسكت. ما اصل انا يا جماعه كل ما هاخد ريسك في الاعتبار كل ما هزود مين تكلفه. خلي بالك من حاجه، ارجع معايا تاني وافتكر لما قلت لك هنا اكتيف اكسبتنس، انا قبلت وعايز اعمل حاجه، اعمل ايه؟ هضيف مين على الكونتينجنسي ريسيرف. لو انت فاكر الكونتينجنسي ريسيرف ده موجود، لو انا هضيف تايم ولا هضيف مال ولا هضيف ريسورس، فانا بضيف وبزود قيمه المشروع، بزود الفلوس، بزود الحدوته الكبيره في المشروع، وده هي دي مشكله المشروع اي مشاريع. ده انا ممكن عمال احسب المخاطر دي والمخاطر دي والمخاطر دي، ابص الاقي نفسي كبرت ميزانيه المشروع، المشروع ممكن يترفض اصلا يعني بشكل او باخر نتيجة إن أنا خايف بزيادة.
لا، كل مقام مقال. في حاجات تتحط في كونتينجنسي، ده حقيقي، وفي حاجات ما تتحطش، احطها في الريسك ريجستر بس واتنى راقبها. لا قدر الله حصلت، ابدا اخد بقى ايه اكشن، وهنقول الاكشن ده ايه كمان شويه، وهيجي في الامتحان، وهيجي في الامتحان. يبقى مش كل المخاطر اللي اقبلها بحطها في الكونتينجنسي ريزيرف، صعب، لان كل ده يا جماعه بيبقى جزء من المشروع. كونتينجنسي ريزيرف اللي هو انا بتكلم على الكوست، تمام كده، هو من ضمن ايه ميزانيه المشروع، تمام كده، من ضمن الايه الكوست بيز لاين لو انتوا فاكرين. التايم نفس الكلام، لو انا هحطه في الاسكادوال برضو من ضمن الاسكادوال بيز لاين، فما ينفعش. اوكي، استقبلنا الكلمتين دول، فهمناهم. هنا الباسيف اكسبتنس، انا بحط الايه الريسك بتاعي ده اللي هو الثريت اللي هو التهديد، بحطه في الريسك ريجستر في حاجه اسمها الواتش ليست، وبتنى اعمل تشيك عليه هل اتغير ولا ما اتغيرش، ومتابعته اذا تغيرت حالته، بس كده. طيب احنا خدنا كده الاستراتيجيز بتاعت الثريتس، نخش على الاستراتيجيز بتاعت الاوبورتيونيتيز، الفرص. اللي فاتت كانت التهديد، الفرص لو حصلت فرصه، ايه انواع الاستجابات للفرصه، هتعمل ايه لو حصلت قدامك فرصه، هتعمل ايه؟ كالعاده بنقول الجلوس مع الخبراء خلال هذه المرحله غايه في الاهميه. اول نوع من انواع الاستجابات لو حصل فيه فرصه قدامك اللي هي الاسكليت، لو الفرصه دي يا جماعه اكبر منك او بره السكوب، اوت اوف سكوب، تعمل ايه؟ ترفعها لمين؟ للمستوى الاعلى. الاسكليت هي طبعا هي مش هنغير، سواء كان تهديد او فرصه قدامك بره السكوب، طالما بره سكوبك يبقى خرجت بره البي ام، ترفعها لمين؟ للمستوى الاعلى. طيب تاني نوع يا جماعه اللي هو الاكسبلويت، كان هناك اسمه افويد، تجنب، هنا اكسبلويت. اكسبلويت يعني استغلال، بستغل يا جماعه يتم عندما نريد الحصول على الفرصه باستخدام موارد وتكنولوجيا افضل. هنا يا جماعه بعمل اكسبلويت، تمام كده، عشان اجيب الاوبورتيونيتي، الفرصه دي، بزود الريسورسز وبجيب النيو تكنولوجيز، بجيب عماله ماهره، تمام كده، حلو قوي. شير، ها، وترانسفير، هناك كان هناك اسمها ترانسفير، هنا شير نفس الكلام، هناك ترانسفير بيجيب سيرت بارتي، وهنا شير برضه بيجيب سيرت بارتي، بس هنا شير بتعمل ترانسفير اونر شيب، ملكية الاوبورتيونيتي دي لسيرت بارتي، تمام كده، وبتستخدم جوين فينشر، كلمات حلوة بقى اللي هو ايه، بتعمل عقد، تمام كده. ما انت بتجيب طرف ثالث سي مثلا برضه نفس الحدوته، زي ما يكون هناك، ما هناك في مخاطر، او في حته في ارامكو مثلا وخط غاز مش عارف تعدي من تحتيه ولا تاخد موافقات ولا لا، هنا بقى ايه طبعا هناك في صعوبه، فبتجيب من اول شاطر تقيل تمضي معاه عقد يشيل المسؤوليه كامله بفلوس معينه في وقت معين وخلاص واستبعدتها كده، اسمها ترانسفير. شيلت سيرد بارتي مشكلتك، هنا اوبورتيونيتي حصل عندك اوبورتيونيتي، الاسم هنا اصبح شير، انت عايز تستفيد وهو يستفيد، تمام كده، فبتعمل جوين فينشر، بتعمل جوين فينشر يعني اتفاقيه، تمام كده، شراكه، تمام، بتخليه بارتنر شيبر، بتخليه سير بارتي، شريك معاك في المنطقه دي، انت بتكسب وهو بيكسب، تمام كده، لان الاوبورتيونيتي اكبر منك، ما تقدرش تعملها لوحدك. كلام جميل. رابع حاجه انهانس، تمام كده، عكس الماتيجيت، تمام كده. الماتيجيت يا جماعه كان ايه؟ تقليل حدوث فرص، حدوث مين؟ الثريت. انما هنا الانهانس انكريز اوبورتيونيتي ايه؟ probability and impact، هو هنا زياده الايه؟ فرص الحدوث. كلام جميل. الاكسبت يا جماعه نفس الكلام، مش هغيره، هو بالظبط الاكسبت برضو، هنا لما اكون اوبورتيونيتي وانا بقبلها، تمام كده، بقبلها ايه؟ على اي اساس بقبل؟ تمام، على اساس يا اما اكتف يا اما باسيف، بنفس اللي احنا اتكلمنا فيه بالظبط. طيب تالت طول تكنيك اللي هو الاوفرول ريسك استراتيجيز. انت يا جماعه وانت بتدرس استجاباتك او استراتيجيات الاستجابه للمخاطر الكليه، بتعمل نفس الكلام، قلنا ان الجلوس مع الخبراء مهم جدا، بتعمل نفس يمكن مسميات هي افويد لما يكون عندك نيجاتيف، اكسبلويت عكسها، ولما يكون عندك بوزيتيف لما يكون عندك اوبورتيونيتي، ماشي كده. طيب في عندك ترانسفير عكس الشير، وفي عندك ماتيجيت عكس الانهانس، وعندك اكسبت. هرجع بس الافويد يا جماعه، هو لما يكون الاوفرول ريسك ده سلبي، تمام كده، وخارج حدود الايه المخاطر،
out of risk thresholds، نفس الكلام لو كان positive وخارج حدود المخاطر. تمام كده، بعمل exploit استغلال. كلام جميل، مش هنرغي فيها كتير، ما بيجيش عليها اكتر من اللي انا قلته ده، لان الاهم هو اللي فات. تمام كده، لان يا جماعه هو هنا مش هيختبرك في الاوفرول ريسكس، لان ديت شهاده لوحدها، هو مش عايز منك اكتر من اللي انا قلته، مش هيتعب نفسه معاك في الحته دي. اللي عايز يكمل في الريسك هيروح للشهاده بتاعته. تمام، هو هنا الريسك بيعتبر البي ام لازم يبقى مدرك ايه هو الريسك، ويعني ايه اوفرول ريسك، ويعني ايه مدرك، مش يكون خبير فيها. عشان تبقى بروفيشنال لازم تروح الشهاده بتاعتها وتدرسها بجد، ده حقيقي. طيب ايه الكونتينجنت ريسبونس استراتيجيز، اللي هي استراتيجيات الاستجابه الطارئه. تمام كده، يوزد اونلي اف سيرتن ايفنت تريجر كيورد، لما يكون يا جماعه في بوادر حدوث حاجه معينه، حدث معين، بوادر تريجرز، والكلمه دي مهمه. بتتضمن ايه بقى؟ اول حاجه بلان ايه، ده الكونتينجنسي بلان، اسمها كده خطه الطوارئ الاولى، اسمها بلان ايه. بلان بي هي لما يكون الخطه الاولانيه دي فشلت، ها بروح لمين؟ للفول باك بلان. فول باك بلان اللي هي الخطه الثانيه البديله في حاله فشل ايه الاولى. ماشي كده. طيب متضمنه البوادر والغيوم، تريجر يا جماعه معناها بوادر او غيوم، واللي تعطي اشاره بدء تطبيق الخطه. كلام جميل كده. سادس حاجه يا جماعه، انت بتنفذ مين الريسك ريسبونس، بتروح تنفذه. تمام كده، يبقى امبلمنت الاجريد ايبل ريسك ريسبونس بلان، اللي هي متوافق عليها البلانز بتاعه الاستجابات اللي انت وافقت عليها الفتره اللي فاتت او في المرحله اللي فاتت، وقلنا غايه في الاهميه، هنا بتعملها تنفيذ. تمام كده. طيب هنا يا جماعه الهدف منها بتقلل مينمايز انديفيديوال بروجكت ثريتس، وبتزود ها ماكسمايز الانديفيديوال بروجكت اوبورتيونيتيز. تمام كده، بتقلل المخاطر وبتزود الفرص، وطبعا بتتعمل على مدار المشروع بالكامل، برفورمانس ري او ثرو او زي ايه ذا بروجكت. كلام جميل. طيب مش هنتكلم فيها كتير، لان هي فعلا ما فيهاش حاجه تتذكر غير بس البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، لان انت وانت بتنفذ محتاج تعرف المعلومات بالكامل، فبتحط سوفت وير اسمه البرفورم بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. تمام، ده اختصار لاي سوفت وير بتشتغل بيه ويهندل لك شغلك على الكمبيوتر. فالبي ام اي اس ده جزء من التنفيذ مش اكتر. اخر عمليه في الريسك هي عمليه المونيتور ريسك، ازاي اراقب الريسك بتاعي وراقب المخاطر في المشروع. يبقى البدايه دايما مونيتورنج. تمام كده، وفي نفس الوقت لو عندك ريسك جديده، ها صح، بتعمل لها ايدنتيفاينج واناليزنج. يعني ايه؟ يعني انت وانت شغال اصلا ممكن يجي لك مشاريع ريسك جديده تظهر لك. طب ما احنا قلنا الكلام ده، وكالعاده قلنا اي مونيتور واي كنترول دايما تبقى ايه ثرو اوت ايه ذا بروجكت، على مدار المشروع بالكامل. ده حقيقي، ده حقيقي، كلام جميل. بنعمل evaluating the risk process effectiveness، بتعمل تقييم لمدى تأثير عملية ايه الريسك. تمام كده، عملية الريسك الموجودة عندك، عمليات الريسك مدى تقييمك ليها، تأثيرها في المشروع ايه. تمام كده، كلام جميل. طيب نخش على الـ inputs والـ tools والـ outputs. كالعادة طالما عملية مونتر كنترولنج، بندخل الـ Work Performance Data ونخرج Work Performance Information. بس هنا قلنا الريبورت Work Performance Reports، ايه اللي خلاها تخش هنا؟ لان انت حضرتك بتروح تعمل مونيتور، وقلنا كلمة مونيتورنج يعني مراقبة، ومراقبة يعني قياسات، بتاخد قياسات وتعمل تحليل. فانت تاخد قياسات وتعمل تحليل الريسك على اي اساس؟ على اساس الريبورتس اللي انت مدخلها اصلا، لان هي الوحيدة اللي بيبقى فيها ارقام. تمام كده، وتحليل الارقام ديت. تمام كده، لا عشان تتقدم لين للستيك هولدرز. وقلنا بتتقدم فين؟ ها لو انتوا فاكرين، صح كده، صح كده، في الايه، في الكوميونيكيشن مانج كوميونيكيشن، صح كده، في البروسيس الثانيه في الكوميونيكيشن، صح، كلام جميل. عشان يطلع في الاخر هنا اوت بوت ورك بيرفورمانس انفورميشن. طب بص معايا هنا التولز والتكنيك، قال لك تكنيكال بيرفورمانس اناليسيس وريسيرف اناليسيس واوديت وميتينجز، هناخدهم مع بعض دلوقتي. تكنيكال بيرفورمانس اناليسيس اللي هو تحليل الاداء، اللي هو عملية مقارنة ما بين الاكشوال ريزلتس والتارجتس الاهداف بتاعتك. الريسيرف اناليسيس، الريسيرف اناليسيس يا جماعة اللي هو تحليل احتياطي،
انا بعمل ايه؟ بعمل مقارنة reserve analysis، ودي بتيجي في الامتحان. ركز، reserve analysis بتعمل مقارنة ما بين ال remaining contingency reserve against remaining risks، بتعمل مقارنة ما بين الاحتياط الطوارئ، قيمة مقدار الفلوس بتاعت الاحتياط بتاع الطوارئ في مقابل مين؟ ها الريسك الايه المتبقية في المشروع، لان وانت بتشتغل في المشروع في ريسك بتنتهي، في ريسك خلاص وقتها خلص، تمام، خلاص انت مش خايف من حاجة فبتشيلها، فاصبحت مش موجودة، انما في مخاطر لسه موجودة، قيمها موجودة، او القيم اللي انا متخيل ان ممكن يتصرف عليها لو حصلت موجودة، الى جانب الكونتينجنسي ريسيرف اللي هي القيمة بتاعت الفلوس الاحتياطي بتاعتي قد ايه، بعمل مقارنة ده قدام ده، فهو ده اللي اسمه ريسيرف اناليسيس. كلام جميل. طوله تكنيك تاني اللي هو الاوديت. فبتعمل اوديت يا جماعة لمدى تأثير ريسك مانجمنت، ها بروسيس التدقيق في العمليات، وقلنا كلمة اوديت ها دايما مقترنة بمين؟ بالبروسيس. طيب الميتينجز يا شباب، الاجتماعات بيحصل فيها ريسك ريفيو، بقعد في ميتينجز بعمل مراجعة للريسك، تمام كده، مراجعة الريسك ده يا جماعة عشان اتأكد من الافكتيفنس اوف ريسك ريسبونسز، تحديد كفاءة الاستجابات والتأكد منها، تمام كده، هل الاستجابات اللي انا كنت كاتبها، البلانز اللي انا عملتها دي، هل مؤثرة فعلا، هل نفعت ولا ما نفعتش، ولأي مدى، تمام كده. طيب identify new risks، identify new risks وانت قاعد شغال في الاجتماعات دي ممكن تطلع ريسك جديدة، تمام كده، ريسك جديدة، كلام سليم. متضمنة السكندري ريسكس، ايه السكندري ريسكس دي يا شباب؟ في كلمة نيو ريسك وخدناها، وخدنا من شوية ريمينينج ريسكس، وهنا في سكندري ريسكس، الله ده في كلام كبير بقى. الكلمات دي على فكرة بتفرق ولازم نفهمها كويس. ريسك ريفيو بتقيس فيه مدى تأثير البلانز بتاعتك والريسبونسز، وبتطلع جواه وانت بتعمل ريسك ريفيو في الاجتماع ده، بتعمل ريسك ريفيو مراجعة، بتطلع ها مخاطر جديدة. والسكندري ريسكس، ايه السكندري ريسكس يا جماعة؟ ده المخاطر اللي هتبقى موجودة بعد تنفيذ الريسك ريسبونسز، تمام كده، يعني هي هتبقى ناتجة عن تطبيق الاستجابات بتاعتك. انت رحت حضرتك نفذت الاستجابة، نفذت الخطة بتاعت الاستجابة بتاعتك، انقذت ما يمكن انقاذه، بس ها ما تبقى من الريسك اسمه السكندري ريسك، خلاص كده. انما الريميننج ريسك اللي قلناها المره اللي فاتت ديت، الريميننج ريسكس ديت يا جماعه هي مخاطر متبقيه، زي مثلا عندك 10 مخاطر، تمام كده، جل منهم انتهى منهم 3 اوت اوف ديت، يعني خلاص وقتهم خلص، ما لهمش وجود، مش عمرهم ما هيحصل، بشيلهم، وحصل منهم 3 اصبح كده اصبحوا في 6 اتعملوا او ليهم اكشن، في 4 لسه ما جوش جنبهم، يبقى انا هم ال 10، 3 و3 6 و4 ادي ال 10، يبقى الريميننج ريسكس هنا 10، هم ال 4 من ال 10 اصبحوا 4 ريميننج ريسك، انا ما جيتش جنبهم ولا هم حصلوا، بس هم لسه موجودين. انما هنا اللي هي النيو ريسكس دي ريسك جديده خالص لسه هحطها في الايه في الاعتبار. سكند ريسكس هي اللي ظهرت او اللي هي ما تبقت، تمام كده، من تنفيذ الاستجابه. ريسك مثلا اكس، وانا بنفذ الاستجابه بتاعته تبقى منه جزء، او ظهر منه جزء، او نتج عنه جزء، هو ده السكند ريسكس. يبقى لازم انفذ الاستجابه تطلع لي حته جديده منها، هي دي اسمها السكند ريسك. يا جماعه نفهم الحته دي مهمه قوي. نفس هو الريسك ريفيو في نفس الاجتماع، وانت بتعمل ريسك ريفيو بتعمل افكتيفنس التاثير، بتعمل نيو ريسك، بتعمل سكند ريسك، وفي نفس الوقت بتعمل كلوز للاوت ديت ريسكس. يا جماعة في مخاطر خلاص انتهى وقتها خلص، مش ممكن تحصل وما اكثرها، فخلاص بتعمل ايه؟ بتعمل صح كده. هدي مثال، انت راجل بتصب خرسانة، وانت بتصب خرسانة عندك صيف وشتاء، زي مثلا انت عندك مشروع كبير ضخم، فانت عندك في الصيف مخاطر صب الخرسانة في الصيف كتير، ليه؟ لان لازم المية تنها مع الأسمنت في الخرسانة وقت معين عشان يحصل الشك بأحسن ما يكون، والبوند بين الخرسانة وبعضها والحديد كمان يكون أفضل ما يكون. لو حضرتك صبيت في الصيف في عز الحر، التبخير هيبقى عالي جدا، وبالتالي المية مش هتتواجد مع الأسمنت بشكل كويس. أنا بحاول ألخص وأبسط المعلومة للناس اللي مش في هندسة مدني، ومن هنا
يقدر ايه، يقدر الايه الاسمنت يشك وكده، ما هيبقى صعب. فحضرتك مثلا بتقول وراها ريسك الموضوع ده عالي في الصيف، لان حضرتك مش معقوله هترمي الخرسانه بتاعتك وتصب 3 4 ساعات بتوع الليل، تمام كده، او الساعه ساعتين بتوع الصباح قبل الشمس ما تطلع. حتى لو صبيت، ما هو برضه الخرسانه بتتنها، حتى لو عملت كيورنج اللي هي معالجه او تغطيه برضه هتتنها، الحراره بتبقى عاليه خاصه في دول الخليج. فالريسك ده بينتهي امتى؟ وقته بينتهي امتى؟ لو انت حضرتك دخلت في فتره الشتاء. صح، الكلام جميل، صح كده. فانت حضرتك بتلغي فكره الريسك بتاعت الشمس دي خالص، ففتره الشتاء اصبحت موجوده، فانت اوت اوف ديت بقى خلاص، مبقاش عندك المشكله ديت، فانت بتطلعها بره الريسك الريجستر بتاعك. كلام جميل. طيب، وفي نفس الكلام يا جماعه برضو في نفس الاجتماع ده اللي بتعمل فيه ريسك ريفيو، بتعمل سيلكت الليسون ليرند، بتعمل سيلكت الليسون ليرند من الاستجابات اللي انت عملتها، من الانتيفيكيشن اللي انت عملتها للريسكس تحديداتها وهكذا، بتجمع ليه الليسون ليرند عشان بعد كده تثري الاو بي اي بتاعك بتاع الشركه. غايه في الاهميه، سلايد ديت مهمه جدا وعليها سؤال في الامتحان، سؤال واتنين يمكن. ايه كلمة ورك اراوند؟ الموضوع ده مش واخد حقه في البين بوك، فاحنا هنا لخصناها في السلايد ان شاء الله يا رب تكون كويسة. الورك اراوند يا شباب هو ايجاد الحل، بمعنى لما حضرتك ما يكونش عندك بلان لمخاطر جديدة، بمعنى انت دلوقتي شغال وعندك مخاطر مش اصلا مش معروفة عليك قبل كده، مخاطر جديدة مش كده، وما كانتش في الليستة لا في الريجستر ولا في الريبورت، ريسك ريبورت ولا ريسك ريجستر، وشغال بأمان الله كده، ومرة واحدة حصلت كارثة، ده ريسك جديد ظهر قدامك، هتعمل ايه؟ لازم تنفذ ايه؟ ورك اراوند، ايجاد حل على طول. قالك الورك اراوند ديت بتتنفذ على حالتين، بتتنفذ في حالتين. الحالة الأولى لما يكون unforeseen risk، الريسك مش متعرف قبل كده، محدش يعرف عنه حاجة، يعني في حالة حدوث خطر غير معروف، وركز على كلمة غير معروف، يتم تطبيق طريقة الايه؟ ايجاد الحل، تمام كده؟ بنعمل ورك اراوند، هو ده الحل اللي بنجيبه، بنروح للسي سي بي عشان نعمل تشينج ريكويست، تمام كده؟ للتشينج كنترول بورد. بعد كده بنروح للمانجمنت ريسيرف. الله، مانجمنت ريسيرف ايه ده يا عم؟ هتصرف على الورك اراوند الحل ده منين؟ اوعى تقول لي من كونتنجنسي، ازعل منك. الكونتنجنسي لازم بيبقى معمول لمين؟ لحاجه مفهومه عارفها. ها، مش قلنا سين وان سين، نون وان نون؟ ها، صح كده؟ صح. انما المانجمنت ريسيرف ده مش تحت مسؤوليتك انت كبي ام، ده تحت الاداره، مسؤوليه الاداره هي اللي بتتحكم فيه. فانت حضرتك عملت ورك اراوند، عملت حل يجابه الانفورسين ريسك، فحضرتك بتروح للسي سي بي تاخد موافقتهم على تنفيذ الحل ده من باستخدام الموارد او الفلوس الموجودة في المانجمنت سيرف. دي اول حالة، دي اول حالة. تاني حالة، لو عندك باسيف اكسبتد، باسيف اكسبتد، انت قبلت بالتهديد او بالريسك ولكن بشكل باسيف، ما عملتش حاجة، تروح عامل ايه؟ حصل الريسك ده، انت كنت حاطه في الواتش ايه؟ واتش ليست، في الريسك ريجستر، وقاعد بتشاهد وموصي الرواد اللي عندك، الشاب اللي عندك، سواء فاكر محل البيتزا؟ ايوه هو ده. قلت له والله راقب، لو حصل لا قدر الله حاجه قول لي. اللي حصل ان هنا والله الولد او اللي انت شفت ان الريسك بدا يتحرك وبدا يبقى في مشكله، فلازم توجد مين؟ حل الورك اراوند، لان انت اصلا مش عامل له بلان. انت مش عامل له بلان للاجابه، الاستجابه بتاعتك. فبتوجد حل، بتروح للسي سي بي، تمام كده؟ قبل ما تروح للسي سي بي لازم تعمل ريسيرف اناليسيس. ايه ده بقى؟ يا جماعه مش قلنا الباسيف او الاكسبتد بصفه عامه في الكونتنجنسي؟ كلام جميل، الاكسبتد في الكونتنجنسي، تمام. طيب باسيف انت قلت ما عملتلهاش ايه؟ بلان، صح كده. بس لما تعمل لها ورك اراوند، ادي البلان بتاعتها عملتها، ادي الخطه اهي، ادي الحل اهو. الكونتنجنسي عشان تعرف هل في فلوس ولا لا، الموضوع هنا كونتنجنسي ريسيرف، هل في فلوس تكفي تغطيه الحل اللي انت عملته، لازم اعمل حاجه اسمها ريسيرف اناليسيس، لازم اعمل مقارنه
ها الفلوس المتبقية مع المخاطر المتبقية، هل هتغطي ولا مش هتغطي؟ طيب نفترض غطت، بروح للسي سي بي بقول اوكي، بروح لكونتنجنسي. نفترض ما غطتش، اسف، لو الفلوس ما غطتش بروح للسي سي بي، بروح لكونتنجنسي. تمام كده؟ اوكي، لازم اروح على مين؟ على السي سي بي لازم وحتما. طيب نفترض ان هي غطت، خلاص انا مش محتاج اروح لايه؟ للسي سي بي خلاص، لان الكونتنجنت اصلا تحت تصرفي انا كبي ام. تاني يا شباب الحته دي مهمه، انا عندي باسيف اكسبتد ملهاش بلان، يبقى في حاله الانفورسين فهمتها، في حاله الباسيف اكسبتد بعمل ورك اراوند، بوجد الحل، لانه اصلا ما كانش ليه حل، ما كانش فيه الليست ما فيهاش حل للموضوع ده. بعد كده اول ما اوجد الحل بعمل اناليسيس للريسيرف عشان اعرف الفلوس المتبقيه والمخاطر المتبقيه. تمام كده؟ نلجأ لتحليل الاحتياطي لضمان وجود التمويل. تمام؟ إذا كان موجود فليس هناك حاجة لأمر التغيير، يبقى بحلل الأول، لو في فلوس ما أعملش ليه؟ سي سي بي مش محتاجها، لأن خلاص في فلوس هنا فروح هنا على طول. طب لو ما كانش في فلوس، لو ما كانش في ريسيرف أناليسيس موجودة فيها فلوس وأنا بعمل تحليل، يعني المخاطر اللي موجودة أكتر من الفلوس اللي موجودة تغطيها، ساعتها يا جماعة خلاص لازم أوصل للسي سي بي ويديني هو الايه؟ اوكي، اروح للكونتنجنسي فعلا ولا اروح للمانجمنت ريسيرف، ولا هيديني فلوس منين، ولا اعمل ايه، الورك اراوند ده هيتنفذ ازاي؟ فهمنا حاجه؟ كلام مهم جدا جدا جدا، وخلي بالكوا الكلام ده مش متلخص خالص ولا شكله كده خالص في الايه، في البيم بوك. تالت كيس يا شباب، احنا قلنا خلاص دول التو كيسز بتوع مين؟ الورك اراوند. الورك اراوند ادي مره وادي التانيه. التالتة هنا لا، التالتة هي in case active accepted، هنا passive accepted رحنا work around. active accepted يا جماعة هو أصلا ليه بلان للإيه؟ للتأيه؟ للحل، صح كده؟ بروح لcontingency بلان على طول. تمام كده؟ وأنا رايح له لcontingency بلان، تمام كده؟ بعمل ها reserve analysis، لازم نلجأ لتحليل الاحتياطي لضمان وجود التمويل، لازم أعمل reserve analysis. لو كان التمويل موجود خلاص ما أروحش للسي سي بي. طب لو مش موجود اروح للسي سي بي، كلام سليم، عشان الفلوس مش كافيه. طب اعمل، هجيب من جيبي؟ لا طبعا، هصرف على المشروع من المشروع، يبقى لازم اشرك الناس الكبيره معايا في المعطل الاعتبار اللي هو لجنه ايه، دراسه الايه، التغييرات. يا رب يا رب السلايد دي تكون مهمه، يعني تكون فاهمينها، لانها غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. الحمد لله خلصنا كده يا جماعه الريسك، شابتر تقيل، مش هنقول غلس، هنقول مهم، واهميته جت ان هو ما بينجحش مشروع من غير ما يكون درست الريسك بتاعه كويس جدا، وما كانش عمله شهاده خاصه بيه لو هو مش مهم. يا رب يا رب نكون قدرنا نلخصه كويس جدا الحمد لله، ويا رب نبدا نحل عليه والناس تبقى مذاكره كويس. هنطرح عدد من الاسئله، المفروض ان الناس تكون مذاكره. اتمنى ان الناس تمشي بالسيكونس اللي احنا قلنا عليه، بنطبع السلايدز، بنكتب الملاحظات، بنقرا البين بوك، بنكتب ملاحظات تاني، ثم بنبدا نحل الاسئله. شكرا لكم، واقابلكم ان شاء الله في شابتر جديد. سلام عليكم.